أقول لكم الولد تعبان من جلسة إلى اجتماع لجاني لدواوين إلى مناسبات. المسكين ما أدري شلون يوقف على ريوله آخر اليوم. والله يا أخيتي كان تبين نصيحتي زوجي لا رد البيت يلقى مرتم صنعت لذاك العشاء وتهمز رويلاته ومثل ما أنت عارفة. إيه بعد الولد كم عمر الحين؟ وصل 31 بعد مو متزوج؟ ليش؟ المفروض يا أم سيف أنت مزوجتها من زمان أصلاً. ما أدري والله، لازم أكلمه، يمكن بباله بنت حلال. لا ما عليك، أنت دوري له مرة سنعة، لو بباله وحدة أكيد توا متعرف عليها وطمعانة بفلوسه. معاك حق، أنا عندي رقم أم نادر الخطابة. لا ما عليك، أنا أعرف الخطابة اللي اسمها الكريستالة، هذه متخصصة في الهاي كلاس والدماء الزرقاء. إي والنعم، هذا اللي نبيه. كم رقمها؟ 9 5 0. بل ويجب منع كل هذه المظاهر حتى لا ينجرف أبناؤنا إلى طريق التهلكة والمخدرات والمشروبات الروحية. ما يصير يا الأخ الرئيس، نحن نعيش في بلد مسلم ويحدث هكذا؟ موسيقى في كل الإذاعات والقنوات الرسمية أيضا، استغفر الله، مو ناقص إلا تحطون موسيقى بالجمعيات والوزارات. المهم أقول قولي هذا وش اسمه، جزاكم الله خير. مشكور أبو الصلد، تفضل أخ سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أعقب على موضوع الفن عندنا بشكل عام. الفن سواء كان موسيقى أو تمثيل أو رسم أو مسرح أو غيره، تراه هو النواة الأساسية في بناء ثقافة المجتمع والنهوض بشعبها. بدل ما شجع الناس على البحث والقراءة والتعبير عن فكرهم بطريقة معينة، نقوم ونمنعهم من الشعور بحرية التعبير أو حتى الاستمتاع بهالفنون؟ ما يخالف، شلنا المواد من المدارس واللي أنا ضدها أساساً، بس ما توصل لمرحلة المنع. الحمد لله في بعض الجهات الموجودة تدعم الشباب والفنانين في مختلف مجالاتهم، لكن يجب علينا أن نسهل عليهم محاولاتهم للعرض أو النشر أو غيره. يا جماعة ما يصير نحط قوانين تخلط الفنون بالبيروقراطية، احنا قاعدين نقتل الإبداع يا جماعة الخير. أنا أشوف أن احنا لازم نعيد النظر في بعض القوانين المفروضة على الفنانين أسوة، مو بس بالعالم لكن بالدول المجاورة أيضا، وشكرا. تفضل عزيزي وزير الفن للرد. أولا استنادا إلى اللوائح، إحنا ما نمنع أي شيء إلا بعد مروره على اللجان المختصة، وإحنا دايما لجاننا مختصة وتخصصنا المجال والاختصاص مجالنا، وشكرا. لا يا كريستال الله يهداك، أقول لك ولدي عضو بالمجلس، شنو تسألين طول ولا قصير؟ مصلع ولا محدب ولا متين؟ أقول لك عضو بالمجلس، تعرفين شنو يعني عضو بالمجلس؟ وأعزب وبس. المواصفات الباجي ما لها داعي، هو اللي بتعرف مواصفات زيادة ما نبيها. شنو؟ مو كافي عضو بالمجلس؟ والله إيه، خوش تمام عيوني، بانتظارك. سلام. هلا قماشة. هلا يما، منو قاعدة تحاجين؟ الخطابة كريستالة، أدور مرة حق أخوك. الله يما، شنو كريستالة هذه؟ خطابة ولا رقاصة؟ شو الاسم؟ هذه من اللي خطبون الهاي كلاس. لا يما حكي فاضي، الهاي كلاس ما عندهم خطابات، عندهم قرعة وتلف بينهم وبين بعض. المهم أنا أعرف بنات وايد محترمات وخوش بنات يخافون الله، إيش رأيك أجيب صورهم ويشوفهم سيف؟ إيه صح، تعالي، نسيت أقول حق سيف أصلاً. من صدقك يما؟ سيف ما يدري بتخطبين له؟ أنا عبالي قايلة دوري لي بنت الحلال. لا وين يما، لو بنطرة أجعن شو اسمه؟ وإيه خليني ساكتة بس. خلاص خلاص، أنا عندي فكرة، نكلم كنعاني حاجي، إيش رأيك؟ اي والله، هو ما يعرف له الا كنعانه. انت ايش فيك ما تعرف التحكي؟ ايش تبي الناس تقول عنك؟ ترى انت الحكي اللي قلته كله ما تعرف اهميته. نص الناخبين اطلعوا وراحوا من يوم انتقدت شيله ماده الموسيقى من المدارس. انا اقول الكلام اللي ابي واللي عبر عن فكري ومبادئي. يا عمي طير،
فكر مبادئ ما ادري ايش قاعد تخربط. كل اللي قاعد تقوله ينبع بسوق الجمعه. من صدقك انت يا تطالب بشيء يطالب فيه الشعب ولا خلك ساكت اخرس. ايش تبيني اقول يعني؟ اكذب؟ وايد نظيف مشكلتك. مو تكذب الكذب حرام، بس قول رايك مع شويه سياسه، جمل الموضوع، قول اللي ودك بس مو اللي ما ودك. جننتني. ايش قاعد تخربط انت؟ بالضبط اللي قاعد اخربط هذا السياسه. مرحبا استاذ سيف. استاذ سيف؟ لا بالله استخف الولد. سيف، او سيف. هلا هلا هلا. مرحبا، انا سيف. انت منو؟ معك الصحفيه وسميه من جريده الجليب. هلا وسميه، شلون اقدر اساعدك؟ هل انت فعلا مع دعم الفنون واعاده مواد الموسيقى للمدارس؟ انت ايش رايك؟ انا اشوف ان هذا شيء نبيل، وعندي الأنبل بعد، بس للحين ما أخذت على القاعة. ولكن للأسف طرحك شكلي فقط وما في عمق ولا حلول، مجرد كلام حالك حال كم واحد قبلك. شنو ردك على هالكلام؟ هل تعتقد أنك بتغير شيء؟ شنو السؤال مرة ثانية؟ تستعبط؟ حلو حلو. لا صدق نسيت. ما تعتقد أن اللي تطرحه ممكن يأثر عليك في الانتخابات الجاية؟ أنا ما أتكلم قضية إلا وأنا مؤمن فيها. وإذا هل تعتقد العضو أبو الصلد وجماعته بيحاولون يشوهون سمعتك بعد ما عارضتهم أشكرة وعينك عينك بعد كلمته على طول؟ أنا ماني شايف إن هذا الكلام اللي قلته في معاداة لأي شخص. وصرح النائب بأنه لم يكن يقصد معاداة العضو أبو الصلد. لحظة إيش قاعد تقولين؟ قاعد تحرفين بالكلام؟ هذا مجلس الأمة، مو لعبة بلاي ستيشن يعني تلعب وتمشي. يا تكون قدها يا مع السلامة. مع السلامة. مستانس الحين ويا ويهك؟ في أحد يحاكي الصحافة كذي؟ يعني شلون أحاكي الصحافة يعني؟ أتحاكي فصحى ويا مي مدقق لغوي ولا شنو؟ تشفيك علي اليوم بعد؟ بعد ما شفت شيء. تعال السيارة وأبيك بسالفة ضرورية. الوالدة اليوم كلمتني. أمك شفيها؟ عسى ما شر. مالك شغل بأمي؟ أقول الوالدة اللي هي أمك مو أمي. اي امي ايش فيها؟ عسى ما شر. انا وامك واختك قمشوت اتفقنا وخلصنا انك لازم تتزوج. شنو؟ وباقرب وقت ممكن. مصدقك انت؟ لا ايبا مو فاضي اتزوج انا الحين. ايش عندك مو فاضي يا غبي؟ الحين وقتها، ماكو بنت بتقول لك لا، تقدر تاخذ اللي تبيها. الموضوع مو موضوع منه الحين. انت ايش فيك؟ كل ما تكبر يصغر عقلك ولا شو السالفه؟ أقول لك لازم تتزوج يعني تتزوج. مو على كيفك. لا على كيف ونص. زين شلون انت ريال بمجلس الأمة والناس ناديك سيف؟ تبي باشر ينادونك سيفو سيوف والسيف؟ لا حبيبي لا. ليش لا؟ عشان تطيح الميانة. شوف غبي، تطيح الميانة غبي، عباله قاعد بدو حبيبي مجلس أمة ينتني. والله ينتني يا حبيبي. لازم تصير بو شيء، أي شيء، شوف لك أي شيء وحقلك بو. لازم تتزوج وتيبي أهل على طول، بس لازم تسميه من الحين اسم قوي، خليه ستاند باي كذي قبل لا تي، يعني تذهب الدواء قبل فلعه. والاسم لازم يكون لايق على عضو بالمجلس، يعني لو ييك ولد نسميك بو طلال، بو حمد، بو صقر، كذي اسم يخرع ولا وزنه ثقيل. ونياتك بنت مو تسميها من اسامي هالزمان، ريزان، ليان، دنيا، يعني مو دنيا، دنيا. وين قاعدين بمطعم لبناني؟ مو حلوة القطة. أنا مو قاعد قط، أنت فهمت قصدي. إذا جيتك بنت نسميك بو فاطمة، بو مريم، بو منيرة، بو حصة، شي رسمي كذي. أنت الحين زوجتني وخليتنا يجيب عيال؟ لا وسميتهم بعد. أوف أوف، شنو هذا؟ شو السالفة؟ الوالدة فتحت لها تخليص معاملات ولا شنو؟ لا لا لا، ما ظن الوالدة قدها. بعدين أنا متفق وياها أن نسوي هالمشروع بالسرداب. شنو؟ لا لا خلت الحين. عرفت هذيل شنو؟ هذيل اللي عارضين نفسهم للزواج. كنعانو انحش يا معود انحش. يا أخي أنا كل ما تكلمني الصحفية وسمية تبريد وبطني يعورني. مو مهم كل اللي تقوله، مو مهم. اسمعني الحين وركز معاي. أنت الحين لازم تقدم على خطوة الزواج. قول لي ليش. ليش؟ عشان تكتمل هالتك السياسية. كلام كبير، شنو هالة ما أدري شنو. صدقني يا سيف، الناس كلها راح تبدي تعاملك غير ويزيد احترامهم لك. اللي ما يحترمني الحين
ويحترمني لا تزوجت، بس علشان اني تزوجت ما عندي سالفة بصراحة، ولا ابي احترامه اللي شو اسمه. لا حول ولا قوة الا بالله. انت متأكد يوم رشحت نفسك كنت بوعيك؟ كنت عارف انت مقبل على شنو؟ عبالك انت داخل الجامعة ولا شنو بالضبط؟ انت الحين عضو مجلس أمة، فاهم شنو يترتب على هالشي؟ فاهم مو فاهم الله العالم. شكلنا ما راح نتفق اليوم انا وياك. يلا يلا يبا يلا يلا ردي البيت، اتوقع راحوا الخطابات. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يمه، وينك تاخرت الله يهداك؟ لو ياي قبل ساعه كان شفت مشهد ما تتخيله ولا بالافلام. شفت يمه شفت، مرينا انا وكان عنوصوا بالبيت ونحشنا على طول. سيف عندي كم صورة ودي أوريك إياهم واخذ رأيك. والله خوش بنات. حتى أنت يا بطلي موس؟ بطلي الموس شنو؟ لا ولا شيء ولا شيء. وأنا هم عندي صور وشجرات بعض العوائل وكم فيديو سنابات وصور إنستغرام، أبيك بس تشوفهم. ممكن أعرف ليش؟ عشان تختار شركة حياتك. يا جماعة أنا ما أبي شركة حياتي الحين. يوه يمه ليه متى بتقعد كذي؟ يعني عادي عندك، أنا وصلت هالعمر وما شفت أحفادي للحين. يمه ممكن سولف بهالموضوع بعدين؟ لا تتزوج يعني تتزوج. يمه إن ما تزوجت لا أنت ولدي ولا عرفك. يمه الله يهداك إيش هالكلام؟ من صدقك؟ إيه من صدقي. أفو عليك يا يمه، ما أدري شو أقول لك، زواج ماني متزوج الحين، مو وقته يا يمه مو وقته. أنا لاهي بالمجلس وقاعد أتعرف على الشغل شلون صاير، ورد البيت تعبان كلش ماني قادر أبطل عيوني. تبيني هالنوبة أجيب وحدة لاني فاضي لها ولا عندي وقت حتى أسافر معاها شهر العسل؟ عادي خذ طبية من المجلس. يمه الله يهداك ايش فيك؟ مجلس الأمه هذا برلمان مو ثانوية. عموما يمه انتي تدرين ان انا مو ضد الزواج الحين، بس مو وقته. نتفق نختلف، انا ما اخذ قراري، وان قررت اني اتزوج ايج على طول واقولك دوري لي بنت الحلال. خوش خوش. يلا يمه تصبحين على خير، وانتي بعد قمشو. وانت من اهله. مرحبا استاذ. نعم قلتي شي يمه؟ لا يمه تصبح على خير، الله يحفظك يا يمه. أجمعين يا يمه ولا يحرمني منك. غريبه